لا تزال العاصمة الليبية تشهد تطورات متلاحقة مع التظاهرات التي اندلعت ضد حكومة فايز السراج نتيجة تدني الخدمات العامة، حيث تشهد طرابلس أزمة انقطاع كهرباء حادة، كما ندد المتظاهرون بانتشار المرتزقة وتعريض حياة المواطنين الليبيين للخطر على أيدي الميليشيات المسلحة ومرتزقة تركيا بعد ارتكاب الميليشيات لعمليات سرقة ونهب وابتزاز بحق المواطنين في الوقت الذي تواجه فيه انشقاقات بين جبهاتها المتناحرة في طرابلس، إذ تؤكد شهادات عمليات اعتقال من الميليشيات لبعض عناصرها. هذا الانقسام الذي يتمثل في جبهتين يقود أحداهما وزير داخلية السراج فتحي بشاغة والأخرى بقيادة أسامة الجويلي، بعد قيام قوة من عناصر بشاغة القبض على مرتزقة تابعين لميليشيات الجويلي في منطقة ورشفانة، إذ تفضح الصراعات بين الميليشيات في طرابلس عن رغبة كل طرف منهم في السيطرة على عملية صنع القرار نتيجة الاختلافات الأيديولوجية. من جهته أكد الجيش الوطني الليبي جاهزيته للتصدي لأي هجوم من قبل مرتزقة تركيا على سرت، فيما تواصل أنقرة تقديم دعمها للميليشيات وسط انتقادات دولية، الأمر الذي يقابله قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بتعهده بطرد الأتراك من ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي لم يرى من الأتراك سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في مساء الخير، حيث يشرفني جدا أن يكون ضيفي في هذه الفقرة سيادة العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي. مساء الخير يا فندم، أهلا بسيادتك معنا. أهلا بك بكل السادة المشاهدين الكرام. كل سنة وسيادتك طيب يا فندم. بيشرفني أيضا وجود الباحث المتخصص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان على الهاتف، هيكون معانا خلال الفقرة. وخلينا نبتدي ويعني ننفرد بسيادة العميد ليطمئننا على موقف الجيش الوطني الليبي أمام الاستفزازات التركية المتواصلة. طبعا كي أوضح الصورة بشكل يظهر أو يظهر الأمر أمام السادة المشاهدين، أن طبعا قواتنا بعد أن قضت على الميليشيات والإرهابيين اللي أعتقد تابع الإخوة في مصر، آخرهم اللي تم القبض عليه والسيد السيد رضا والمهتمين بالشأن الليبي يعرف يتابعوا هذا الموضوع، عشماوي طبعا وتم الاتخاذ فيه ما يلزم، ايضا سرور، يعني استطاعت القوات المسلحه ان تقضي على كل الارهابيين والميليشيات في المنطقه، واتجهنا الى اخر معاقلهم في طرابلس. طبعا لا يخفى عليكم ان تركيا تمد في الارهابيين وصنيع التنظيم الاخوان والمجموعات المتطرفه اللي بدأت مع بدأ صناعة الإخوان لهم، لأن كل المجموعات المتطرفة التي تدعي الدين وتستخدم الدين في السياسة هي في الحقيقة صناعة إخوانية بدون نقاش. طبعاً استطعنا نقضي عليهم واتجهنا لطرابلس. في طرابلس ظهر العدو الحقيقي للليبيين وللمنطقة، وكشرت تركيا عن نيابها ويعني تدخلت بكل قوة، بدأ جلب المرتزقة بأعداد أكبر، طلبوا هدنة على أساس أن القوات المسلحة كانت في داخل طرابلس وستدخل، وكانوا يخططون للذهاب للهلال النفطي للسيطرة عليه. بدأ جلب المرتزقة في تلك الهدنة وتمكينهم من الوصول لبصراتة، ثم الغاية الالتفاف على القوات المسلحة باعتبار أن أغلب الجيش اتجه إلى طرابلس وموجود في
محاور طرابلس. طبعا كان على القيادة قائد العام انتبهوا إلى ما يحصل، فصدرت الأوامر بعودة القوات للدفاع عن قوت الليبيين والدفاع عن أهم المعاقل وأهم الأهداف الاستراتيجية وهو الهلال النفطي وأيضا القواعد العسكرية. طبعا بعد رجوع القوات المسلحة أصبحت تركيا تحشد بطريقة استخدام قدرات أكبر، دخول في حرب حقيقية يعني بحوالي آلاف من الجنود الأتراك والضباط وعشرات الآلاف من المرتزقة، والرقم أصبح يكبر الأرض يعني وصل إلى أكثر من حوالي يعني أكثر من 15,000. يا فندم كان في تصريح، كان في تصريح بوصول الرقم ل 19,000 مرتزق الى جانب 10,000 مقاتل اجنبي. نعم. برضو سيادتك وضح لنا ده. لا هو 5,000، هو ال 5,000 في طرابلس، ال 15,000 احضرهم للجبهه، احنا قلنا اخر رقم كان 20,000 ما بين تشاديين وصوماليين ويمنيين وتركمان من سوريا. 5,000 بقوا في طرابلس، في الجبهة جابوا 15,000. طبعا للأسف الشديد أن تركيا تمادت، لم تعد ترى تنظر لأحد وأصبحت تنظر لمصلحتها بشكل يعني بدون أن يكون هناك رادع يعني حقيقي. ما غير الموازين أو أجل المعركة يعني غير الموقف بس بدون شك هو دخول مصر وتصريح السيد معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعقبه من إجراءات على الميدان وتدريبات وغيرها وتصريحات. طبعا في كثيرين يتساءلوا لماذا يعني حتى لما نقولوا الأمن المشترك الليبي المصري، كثيرين ربما ما أدركوش خطورة أن تصبح ليبيا في يد الإرهاب على مصر أو على المنطقة بالكامل. إحنا مكتوين يعني بقالنا 10 سنين يا فندم. نعم لا أنا أضيف لك نقطة، لما يبدأ الأتراك يملكوا قاعدة زي قاعدة القرضبية في سرت وقاعدة زي قاعدة الجفرة، معناها القاهرة في متناولهم. صحيح. يعني المسألة، لكن سيادتك يا فندم أكدت دلوقتي على نقطة هامة أنا عايز أكد مع سيادتك عليها للسادة المشاهدين في العالم كله اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انه هذا التراجع اللي تنطنت به القوات التركية وقنوات الموبوءة في الجزيرة في قطر وغيرها، ده كان تراجع تكتيكي لحماية الأهداف الاستراتيجية وليس هزيمة للجيش الوطني الليبي. لا ما فيش هزيمة، هو الهزيمة ان جيشك يخسر ويتم تدميره، لكن انت تسحب قواتك وهي بكامل عافيتها، خسائر لا تذكر يعني بعض العربات تركتها نتيجة أعطال أو شيء من هالقبيل، وانسحاب بكامل ضباطك وجنودك وتحافظ على القوة. تعرفين أن القوات المسلحة بنيت من جديد، يعني كانت الحقيقة تنظيم الإخوان في طرابلس لما سيطر على السلطة وقام بالانقلاب يعني 800 ضابط وضابط صف تم قتل في بنغازي. هذه مسألة طبعا ربما كثيرين يعرفوها وربما كثيرين ما يعرفوهاش. في طرابلس سلم سلاحك انت كعسكري مقابل راتبك، يعني الغوا حاجه اسمها جيش. طبعا. وكانوا قد راهنوا على القضاء تماما على الجيش وقيمه اماره في ذات للسيطره على ما تبقى في المنطقه الشرقيه واقامه الامارات الدينيه. وأنتم لاحظتم ماذا جرى في سرت عندما كانوا هناك الدواعش من ذبح أخوتنا المصريين وما حصل فيها. طبعا. أيضا ما حصل في الطريق الصحراوي والعملية التي خطط لها المجموعات التي كانت في درنة، وما كانوا يعتزم إقامة تنفيذ، يعني تعرف المخطط كان يصل إلى درجة إنشاء جيش في درنة وفي المنطقة الشرقية لمهاجمة مصر من المصريين. لكن هل يا فندم سيادتك تعتقد أن الجيش الوطني الليبي الآن، يعني كان آخر تصريح النهاردة نحن ننتظر إشارة البدء من تركيا، بمعنى أنه إحنا مش هنعتدي
لو توقفت الامور عند هذا الحد زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خط سيره الجفره، ونقعد نتكلم بقى نشوف هنعمل ايه ونتشاور ومحادثات عسكريه 5+5، وغير كده نشوف مؤسسات منتخبه ونبتدي نمشي في الطريق السياسي. لكن هل سيادتك فعلا واثق ان الجيش الوطني الليبي الان وهو حديث العهد، طبعا العقيده والتراب الوطني الليبي حفدت عمر المختار العظام، يستطيعون ان يقفوا امام الجيش التركي يعني اللي فقد صوابه بتحويل كل هذا الكم من المرتزقة وصرف كل هذا الكم من الأموال اللي هي قطرية في معظمها في الأصل؟ يعني لابد أن نفهم المعركة الآتي. المعركة هناك أسلحة استراتيجية وهناك أسلحة تقليدية. أيوة فهم. على المستوى القتال التقليدي والعسكري المباشر نحن أذقناهم وأذاقوا منا ما لا يمكن وصفه. أيوة. يعني كمائن يعني استطعنا فعلا أن نؤثر على هؤلاء المرتزقة وقتلنا منهم كثيرين وقبضنا على كثيرين منهم، ولم يستطيعوا الحقيقة أنهم يعني يحققوا أي شيء. المسألة آسف في مقدمات بس تدخل مرة تضيع بالاتصال. المسألة أن نحن على سبيل المعركة التقليدية نحن بالتأكيد قادرين على عصمها، لكن هناك بعض التدخلات والأسلحة الاستراتيجية والحديثة بالتأكيد هذه لا تملكها القوات المسلحة، لكن طورنا ما استطعنا، حاولنا أن نعمل على تجهيز أكبر قدر ممكن من الدفاع الجوي والبحري والقوى يعني القدرات البحرية وأيضا على المستوى البري. الدعم الاستراتيجي لا شك تملك، يعني لما نتحدث على مصر أو نتحدث على دولة تملك جيش بالتأكيد لديها القدرة على المقارعة. نحن على المستوى التقليدي بلا شك بلادنا لن نفرط فيها، لن نتركها، سنقاتل حتى آخر لحظة، ولكن بالتأكيد حتى معنويا دخول مصر كان مؤثر حقيقة. وعلى المستوى العسكري أيضا بالتأكيد مجموعة من الإمكانيات التي تملكها مصر أسلحة حديثة تستطيع بالتأكيد خلق يعني المفارقة أو خلق الفارق الكبير في القدرات على الأرض. لكن يا فندم إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي قال صراحة نحن لا نريد مواجهة مع مصر في ليبيا، وقالها يعني صراحة. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الجيش مصر قادر على حسم المعركة عسكريا في وقت قليل جدا إذا تدخل. لكن عايز أسأل سيادتك عن ألست مندهش معي من المواقف الخاصة بأمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والدول اللي هي مغمية عينيها وعاملة نفسها يعني مش موجودة وسايبة اللي يحصل يحصل، بل ربما محرضة في بعضها لتركيا حتى يستمر نزيف الثروات ومقدرات الشعب الليبي زي ما حصل في العراق وسوريا قبل كده؟ صحيح. لا، ممكن يكون هو، شوف، ليبيا منطقة حساسة أكثر ربما، إذا تحدثنا بواقعية تأثيرها ربما الإقليمي أكثر وتأثيرها يختلف عن الدول الأخرى. ليش؟ أنت عارف الآن خطر الواقع الذي فيه الآن أصبح يشكل خطر حتى على الناتو. أنت عارف الآن حصلت انقسامات في الناتو. أي. وبدأ هناك شرخ أيضا على المستوى الإقليمي، هناك دول يعني تتضرر بما يحصل. المسألة يعني ليست فقط ليبية بحيث أنه يعني نختزلها في هذا الشأن. طيب. المسألة أكبر، يعني لاحظنا أن أمريكا منزعجة ما يحصل من، وبعدين تركيا لابد أن نتحدث عن نقطة. إذا ما تحدثنا عن تركيا كدولة أو تتحدث عن الإخوان كتنظيم، إذا تحدثنا عن الإخوان كتنظيم أعتقد أن الإخوان دخلوا لعبة دولية وعقدوا صفقة، الآن ربما تنتهي تنفيذ الصفقة أو انتهى الجزء الأكبر وما زال جزء في هذه الصفقة، ولا أعتقد أن العالم يسمح بأن تكون هناك من نوع التنظيم
الإخوان، لأن هؤلاء لا يجدون صناعة إلا صناعة المجموعات المتطرفة ومجموعات الإرهاب. لم ينجحوا في أي مشروع سياسي، لم يقدموا مشروع ديني، لم يقدموا أي مشروع اقتصادي ولا حتى اجتماعي. يعني فيه مشكلة كبيرة لدى هذا التنظيم. كيف ينظر إليه الدول الأخرى والمستجدات وما حصل من تركيا الاس 400 وما يعني هناك مؤشرات ليست في صالح تركيا، رغم أن ربما ما يظهر للعيان أن المسألة مباركة من 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 الأقوياء، لكن لا أعتقد أنها مباركة إلى هذا الحد الذي قد نتصوره، وقد يكون هو توريط في وحي. وفي كل الأحوال في توريط لمين يا فندم؟ يعني تقصد سيادتك قد تكون الدول العظمى تورط تركيا لكي تنتهي تنفض يديها منها بعد استخدامها؟ يعني طبعا لا شك، يعني أنت عارف كل دولة تبحث عن مصالحها طبعا. يعني أنت فيه توابط دول العالم الكبرى دائما تبحث على مصالحها. ما يتغير في الواقع دائما واضح، يعني شيء بيتغير في الواقع يتغير نوع المصلحة ومع من. أي يعني هذه اللي تتغير، لكن كل الثابت دائما هو أن كل واحد يسعى لمصلحته، لكن قد تكون مصلحة هنا أكبر من مصلحة هناك. أي يعني حجم المصلحة يختلف، وأيضا مع من قد تختلف اليوم مع الدولة الفلانية. يعني المسألة ليست لكن يعني سيادتك أفهم من كلامك أنك مش مندهش قوي من تصرفات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وأمريكا، لكن مش مندهش كمان بأن الجيش الوطني الليبي اللي سيادتك بتمثله دلوقتي معانا هو الجهة الوحيدة في ليبيا اللي محظور عليها استيراد السلاح، بينما الإرهابيين يحملون أسلحة وعتاد، والأقمار الصناعية بتصور الأسلحة الثقيلة اللي بتنزلها تركيا يعني بكميات كبيرة جدا، والحشود الاقتحاميين والانغماسيين قوات النخبة التابعة لجبهة النصرة. يعني إذا وجدت حرب عصابات بجانب الحرب التقليدية بجانب الحرب المتطورة الخاصة بالجو بالصواريخ، هل نحن جاهزون لكل هذا في وقت واحد؟ خليني نبهك لنقطة حتى السادة المشاهدين. أنت عارف حجم المجموعات المرتزقة اللي تم إحضارها الآن تنبئ بأكثر من 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 تصور من تفسير. أكثر من تفسير. التفسير الأول هو أن هذه المجموعات ربما سيتم العمل على القضاء عليها، لأن تركيا أصلا تعتبر في هذه المجموعات مشكلة لديها. أيوة ده تصور فعلا أنها ترسل لتحترق لتهلك يعني. نعم. والشيء الثاني هو أن تركيا قد تستخدمها ورقة بهذا العدد الكبير في إخراجهم، في أن تحقق من خلالهم مكاسب ليس عسكرية طبعا، واللي هو الشق الاقتصادي، يعني تأخذ شرط أو تأخذ مكسب في مقابل إخراجهم لأنهم بيصبحوا عدد كبير ومؤثر يعني، أو تهدد بيهم هجرة غير شرعية وتاخد فلوس تاني زي ما عملت قبل كده. تمام. والشيء الثالث، التفسير الثالث، هو تستخدمهم عسكريا وتحقق بهم انجاز عسكري. يعني في اكثر من تفسير. طبعا السيد اردوغان وقع في اتفاقيات مخرجات برلين، وقع على اتفاق ان هو يعني يلتزم بواحد اثنين ثلاثة من الشروط. أي. لم يتم الالتزام بهذه الشروط أو هذا الذي وقع عليه واتفق عليه، وهذه نقطة أخطر أساساً من حتى جلب الأسلحة والمتصف. صحيح. يعني أنت تعهد ووقعت وتحدثت ثم خلفت، هذا ماذا يفسر؟ رغم أن هناك اتفاق من الكبار وكل الدول ذات المعنية بذات بالشأن الليبي اتفقت على مخرجات برلين، وهو ما يريده الليبيين. أي. الليبيين ماذا يريدون؟ طبعا هنا لابد أن نوضح أن موقف مصر كان سياسي ودعمها السياسي ومواصلة شرح الموقف للعالم كان مهم جدا في تحقيق الرؤية التي وهي أن نحن ماذا نريد؟ نريد تفكيك الميليشيات، تسليم الأسلحة، ومغادرة المرتزقة.
إذا بالرئيس السلطان المعتوه كما يسميه السيد القائد العام، أنه فعلا يعني ما يقوم به من تصرفات هذه لا تتأتى في هذا الزمن. يعني تتحدث عن استعمار وتضع خريطة أمامك وتوضح، ثم تتحدث عن أشياء يعني أنا ممكن نحكي لك حاجات غريبة جدا. مثلا موقعين هم خايفين يخسروا حتى الاتفاقيات اللي وقعوها، لأن الحل لأن مخرجات برلين وما يحصل، وليش وقع ثم أدار ظهره للتوقيع لما اتفق عليه، لأنه حيخسر كل شيء لأنه ما حققش مكاسب. هو الاتفاقية البحرية تقع في النطاق اللي هو فيه القوات المسلحة، أي النفط موجود في الهلال النفطي اللي تحت يد القوات المسلحة، أي يعني من المفارقات الغريبة أنت الآن هو موقع اتفاقية مع عصابة السراج في طرابلس على أساس تدريب الليبيين. المشكلة أنه في مركز العسكري، مركز تدريب التكبل، هو يدرب في التركمان سوريين. طبعا يعني مسألة غريبة، يعني يتعري فعلا هذه الحكومة المرتشية والخونة والعملاء اللي يعني انبطحوا أو ينفذوا سياسة التنظيم أو هم جزء من التنظيم إذا لم يكن قد جندوا أساسا. طيب أنا أستأذن سيادتك فندم، أنا انضم إلي دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ رضا شعبان الباحث المتخصص في الشأن الليبي. مساء الخير يا أستاذ رضا. مساء الخير أستاذ. إحنا متشرفين بوجود سيادتك ووجود سيادة العميد خالد المحجوب بن خميس معانا، والحقيقة شخصية هادئة ومبتسمة ومتفائلة، وده بيعطي دلالات طيبة جدا لكل من يتابعنا عن قوة وقدرة الجيش الوطني الليبي على الأرض من هذا الأداء الواثق الهادئ المتمكن. خليني أسأل سيادتك بداية أستاذ رضا، إلى أي مدى بيتمتع الجيش الوطني الليبي بالقبول والترحيب الدولي في هذه اللحظة اللي احنا بنتحدث فيها؟ هو يعني تحية لسيادة العميد خالد المحجوب، وتحية للجيش الوطني الليبي وكافة قياداته، وكما أثني على موقفهم الرائع والذي يدرس في كليات العلوم العسكرية. يعني الجيش الوطني الليبي رغم كل هذا الحصار على وحظر التسريح عليه وكل هذا، يعني الجميع تركه وحده أمام عبث تركي وتآمر عدد كبير من الدول، ويقف وحده صامدا. ولولا أن القوى الدولية تدخلت لإعادته لحدود سرت والجفرة لكان حسم أمر طرابلس، لكن هناك قوى دولية يعني تسعى إلى الحفاظ على هذا التنظيم الإرهابي في طرابلس، وتسعى إلى تمكين أردوغان باعتباره أحد أو إحدى أدوات القوى الدولية الطامعة في ليبيا. أما بالنسبة لقدرة الجيش الوطني الليبي، يعني بحكم يعني علاقتي بالقيادات العسكرية الليبية ومنهم سيادة العميد خالد المحجوب، وهو أحد القيادات العسكرية يعني التاريخية في ليبيا، يعني الرجل في التوجيه المعنوي في الجيش الليبي منذ أكثر من 30 عاما، يعني إن لم يعني تخني المعلومات. يعني الجيش الوطني الليبي قادر على حسم المعركة في ليبيا لو أن القوى الدولية تركت له الأمر، يعني لو تركت له حرية التحرك. الجيش الليبي حسم يعني أكبر من هذه التنظيمات، يعني حسم معارك في 2014 وحتى 2017 في درنة، وكانت معقل لداعش، وكانت معقل للقاعدة، وكانت معقل لتنظيمات أشد خطورة وفتكا من تلك التي الموجودة في طرابلس. أكيد حسم معارك مع أنصار الشريعة وداعش أيضا، والتنظيمات الإرهابية الأخرى في بنغازي وفي سرت، وخاض معارك دارية
في جنوب ليبيا في عملية فرض القانون في يناير 2019. أيه. الجيش الليبي قادر على حسم المعركة، قادر على تطهير بلاده من هذا الدنس التركي وهذا الدنس الإرهابي. طيب لكن استأذنك يا أستاذ رضا، أنا هرجع لسيادتك مرة تانية، بس هعود لضيفي من ليبيا سيادة العميد خالد المحجوب، وأسأل سيادتك عن الفرقاطة التي أرسلتها ألمانيا للبحر المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على توريد أسلحة لليبيا، الفرقاطة إيريني. يعني تقييم سيادتك لمثل هذه التصرفات، هل يدخل برضو في ما حدثتني عنه من الأول اللقاء عن أنه الدول هذه الدول تراقب وتنتظر ولها مصالح، ولا برضو بتشوف أنه لا يا جماعة يعني افرجوا بقى عن تصدير عن استيراد السلاح للجيش الوطني اللي هو الجهة الوحيدة اللي بتمثل الشعب واللي من حقها بل من واجبها حماية هذا الـ 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 الوطن؟ يعني هي ألمانيا طبعا أنت عارف دخلت على خط ليبيا عندما أصبح الخلاف كبير بين مجموعة الدول التي تتعاطى المسألة الليبية، وكان دخولها لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر والخروج بحل يرضي الجميع، يعني يرضي الدول المتداخلة في هذا الموضوع، رغم أنه لا يوجد طرفان في ليبيا. يعني أيوة بالضبط، ما أنا فكرة جميع الأطراف دي، تركيا مش طرف في ليبيا أصلا. طبعا، فأنا نبي نحكي نقطة بس بنوضحها، أن لو كان عصابة الصخيرات عصابة السراجة موجودة في طرابلس، لو كانت لديها حاضنة أو هي الطرف في ليبيا، ما احتاجت إلى 20,000 مرتزق لحمايتها. أي. وما احتاجت إلى تركيا، لكانت مقت، لكن لأنه لا يوجد هناك قناعة، المشروع الوطني في ليبيا هو مشروع الجيش، كل الليبيين مقتنعين بضرورة إقامة الجيش، لا ينفع الحلول البديلة التي يتحدث عنها الإخوان والتي يتحدث عنها السراج والتي لم تؤتي بأي نتيجة، بل بالعكس تحايل على الوقت ونهب الثروات وأضاعوا ليبيا وتعبوا الليبيين. والله الليبيين الآن شوف كورونا، كهرباء بال 15 16 ساعة تصل إلى 20 ساعة طرابلس، وقود لا يوجد، نقود لا توجد، سيولة، يعني تعب المرضى، الناس اللي تعاني، السفر الحين ما فيش سفر، يعني العلاج انتوا عارفين قصة في طرابلس، المسائل يعني فعلا اللي بيتعبوا بشكل كبير جدا. طبعا دخول ألمانيا، نرجع للفرقاطة باش ما ناخدش منها ما نطلعش من السؤال. لا أود الفرقاطة طبعا، هو أوروبا في داخلها أيضا هناك حوار، طبعا فرنسا أكثر دولة وإيطاليا الأكثر تضررا من تركيا، لأن الاتحاد الأوروبي اتفق أن يدفع أموال لتركيا من أجل إيقاف الهجرة، واشترطت تركيا عليها أن يدفع أموال. المشكلة أن الأموال التي دفعت لتركيا استخدمت في، وهذا الآن هذا النص الآن أمام الاتحاد الأوروبي، وهذا من خلاله الاتحاد الأوروبي بدأ يتفاعل الآن. أي. لأن أوروبا تركيا استخدمت هذه الأموال في المزيد من الهجرة، أيوة في مزيد يعني من الابتزاز، يعني للاتحاد الأوروبي في ابتزاز جديد رفضته بعض الدول، لدرجة أن اليونان قفلت في وشهم قالت هات اللي انت حتجيبه خلاص ما يهمناش وحنقفل الحدود، يتقال بقى حقوق الإنسان ودول غلابة ودول فارين من جحيم المعركة. تفضل يا فندم. فالعشرين ألف في ليبيا الآن بدأ يتسرب منهم من مجموعات، يعني أمس يحكي لي واحد من طرابلس قال لي بدأوا يبيعوا في السيارات المرتزقة، يحاول يبيع السيارة وياخذ أي مبلغ باش يسافر يطلع يهاجر لأوروبا. المشكلة أن خط ليبيا خط آمن وخط سهل، وفي ظل فوضى وعدم وجود قانون وعدم وجود ضبط وانضباط وإدارة، يبقى من السهل أنك أنت تتحرك من خلال هذه المنطقة. استغلت تركيا ذلك وجلبت أيضا من ضمن الأوراق التي ربما تحدثنا على ثلاث أوراق أو ثلاث تفسيرات، وهذا التفسير الرابع من الممكن أن يضاف إلى التفسيرات التي تحدثنا عنها،
أنه من الممكن هذه المجموعات أن تهدد بها تركيا أوروبا في حال أي تسوية للخروج بمكاسب، ستقول أنها تترك هؤلاء يغادرون إلى أوروبا أو تسفيرهم يحتاج إلى كذا وكذا وكذا. وهذه المنطلقات، كل المنطلقات التي نتحدث عنها هي منطلقات اقتصادية لرأب المشكلة والمعاناة التي يعانيها الاقتصاد التركي. ألمانيا طبعا ضمن الخطة أو ضمن الفهم الأوروبي، تعرفين أن علاقة ألمانيا بفرنسا علاقة مميزة طبعا في الاتحاد الأوروبي طبعا. ففرنسا طبعا أوضحت الصورة لألمانيا، وألمانيا طبعا بعد كل ما دفع لتركيا تكون هذه النتيجة. إذن تركيا دولة تعمل على تطوير استفزازاتها وتطوير منافعها ضد الجسم الأوروبي الذي رفضها. أي ده صحيح. يعني تركيا الآن رفضت في الاتحاد الأوروبي وهي تسعى لتصبح رقم، والعمل على السيطرة على شمال أفريقيا بما فيها مصر والمنطقة بالكامل لكي تصبح رقم وتعيد الزمن الذي مضى لتصبح رقم يمكن أن يكون على قدم مساواة مع أوروبا. ربما عشان تقول لفرنسا وألمانيا أنتم مش عايزيني في الاتحاد الأوروبي، أنا دلوقتي قوة كبيرة وأعيد المملكة العثمانية مرة أخرى. أستاذ رضا شعبان، يعني ألا من موقف لهذه التصرفات المعربدة لرئيس تركيا، رغم أن في معارضين، يعني ولا ده بيستخدم فقط في الديمقراطية، يعني أنه المعارضين بتوعه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أغلو بيقول أنه أردوغان وأعوانه بيتلونوا وبيكذبوا على الأمة التركية، مثلا رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار قالت أن رجب طيب أردوغان لابد أن يتوقف عن أكاذيبه، ودي مسألة أولوية. يعني عايز أعرف من حضرتك، مفيش رادع لهذا الرجل ولا من شعبه ولا من معارضيه ولا من الدول العظمى؟ هي من ناحية الأحزاب التركية ومعظم الشعب التركي يعني مسحور يعني بما يردده أردوغان، حتى وإن أعلن عكس ذلك. يعني كلهم يحلمون بعودة الدولة العثمانية والأوهام العثمانية السابقة، وهو أجاد تصدير هذا الأمر إلى الداخل، أجاد يعني عقد صفقات دولية يعني حسنت من وجهه وحسنت من اقتصاده، ليبيا حسنت من اقتصاده جدا يعني. لكن على مستوى الترديد اللفظي يعني ممكن يطلع 10% فقط من الأحزاب والشعب التركي صادق في مسعاه أنه ضد أردوغان، لكن الباقي جميعا أعتقد أنه هم معاه في الحلم العثماني والوهم العثماني. يعني النهاردة لو جه حد في مصر قال هنرجع مجد مصر القديمة والسودان بتاعتنا وفلسطين بتاعتنا وسوريا بتاعتنا وليبيا بتاعتنا، طب ما ده كان في وقت من الأوقات كان جوه الإطار الخريطة المصرية، هل ده كلام مقبول؟ يعني هل الشعب بيقبل هذا عاقل لدرجة كافية انه يقبل ان تركيا عايزة تاخد العراق وعايزة تاخد سوريا وعايزة تاخد ليبيا وعايزة تاخد حتة من مصر؟ هل ده يقبله عاقل في القرن الحادي والعشرين؟ لا طبعا، يعني غير مقبول بالمرة، والرجل يتحدث عن اتفاقيات أوتشي وسيفر ولوزان، يتحدث عن 100 عام سبقت، يتحدث عن إعادة صياغة العلاقات في الممرات الدولية كالبحر المتوسط وإعادة الجغرافيا مرة أخرى، يعني إعادة رسم الخرائط مرة أخرى. هو يجيد تصدير المسألة للداخل التركي كما قلت، كما أنه يجيد اللعب على عدة أطراف، يغازل الحالمين بالعثمانية بإعادة ترتيب وصياغة الأوضاع ما قبل اتفاقيات أوتشي وسيفر ولوزان، يخاطب يهدد أوروبا من شرق المتوسط
إضافة إلى أنه يحاول إيجاد أداة ضغط أخرى عن طريق جنوب الساحل الجنوبي لأوروبا. طيب أستاذ رضا خليك معانا. سيادة العميد خالد، يعني بيقال جغرافيا وديموغرافيا أنه الجزء اللي هو الغربي دلوقتي اللي فيه مصراتة وطرابلس هو جزء فيه تلت الشعب لكن فيه تلتين الأرض، فبرضو سيادتك تصلح لي لو المعلومة دي مظبوطة. وعايز أعرف من حضرتك، هل أنتم على تواصل مع عواقل وعمداء وكبار القبائل اللي موجودة في هذا الشق الغربي أيضا وهي تدعم الجيش الوطني الليبي؟ هو لا شك، انت عارف ان اغلب القبائل الكبيره هي داعمه. هو لابد ان اؤكد لك على نقطه، وهو ان المشروع الوطني مشروع كل الليبيين بقبائلهم، يعني كل القبائل الذين حضروا في مصر هؤلاء يمثلون الشعب الليبي، ليس جزء من الشعب الليبي. الاخوان ومن على شاكلتهم يمثلون جزء لا يذكر، يعني لا توجد نسبه، لا يوجد مقارنه. حتى الذين ادعى أردوغان أنهم عرق تركي، بالعكس هم ليبيون ويريدون الجيش والشرطة، ونحن على تواصل معهم، كلهم يريدون الجيش ويريدون إقامة الجيش. فقط حبيت أنوه على نقطة، طبعا أكد لك الأستاذ شعبان أن في الداخل في تركيا أردوغان طبعا يغازل بقصة الدولة العتمة، لكن في آخر خطاب لي وجهه للشباب بعد انتهاء الخطاب خرج مليون هاشتاج لن نصوت لك. يعني حزب الاخوان، حزب العداله والبناء والقصه الاخوانيه في تركيا راهي على شفا من جرف انهاري. يعني ما هو ده يا فندم يدفع به لمزيد من التصرفات الجنونيه وغير المقبوله. يعني انا النهارده لما اقول لواحد في ليبيا لا ده انت عرق تركي، طب وانا يا فرحتي ان انا عرق تركي وانت هتيجي تاخد التراب اللي انا عايش عليه انا واجدادي، وانت مش مديني مزايا ولا مديني مكان في تركيا، بتقول لي انت عرق تركي، يعني مش من مصلحتي ان انا صدقك يعني. صحيح. لا، والأسوأ من هذا انت يعني تتحدث عن جزء لا تجمعك به لا حدود ولا تجمعك به اي قواسم مشتركه. صحيح. مباشره. صحيح. يعني تركيا على ليبيا، تو لما نتحدث بالعقل نقول مصلحه ليبيا ومصر لا تحتاج إلى تفسير، يعني مسألة واضحة، يعني ما يحدث في ليبيا يؤثر في مصر. طبعا. وما يحدث في مصر يؤثر في ليبيا بالتلقائي، لكن ما يحدث في تركيا ما علاقتي به هنا في ليبيا وفي مصر. طب قول لي سيادة العميد، يعني ما هي أكتر الدول اللي بتمد الجيش الوطني الليبي، ربما بالتدريب، ربما بالعتاد، ربما ببعض السلاح، ما يمكن أن يقال يعني؟ احنا شوف تعرف في أمور الحديث فيها يعني بشكل واضح أو بشكل حقيقي، نحن يعني متأكدين أن العالم طبعا يعرف أن الجيش طبعا حاضر. احتجنا إلى نعتذر الاتصالات. لا يا فندم ولا يهمك، انا عارف لما بيجي تليفون لسيادتك الانترنت بيضعف. تفضل، احنا معاك. احنا احتجنا الى اكيد خبرات، احتجنا الى يعني دعم سياسي، احتجنا الى الكتاب الدعم. هذا الشيء لا يمكن ان الامارات ومصر والسعوديه وهذه كل دول وقفت معنا ولا زالت تقف معنا بقوه. الاردن يعني على مستوى التدريب، على مش عدة مستويات، لكن بدون خرق للحظر باعتبار أن هؤلاء الدول ملتزمة وتحترم القرارات الدولية إلى حد يعني كبير. الأتراك وضحت الصورة، يعني نحن منذ العام 2014 وتركيا تدعم بالجرافات والأسلحة والإرهابيين وإلى آخره. نحن اعتمدنا على أنفسنا حقيقة. الجيش انت عارفين تسليحها روسي، يعني أسلحتنا كلها كانت كلها من روسيا، بالتالي كان الاحتياج إلى الخبرات التي تصلح أو تصين هذه الأسلحة. انت عارفين ليبيا بلد فيها أسلحة كثيرة جدا،
كانت يعني معدات الأسلحة الروسية، الدبابات والعربات. طبعا معروف ان القذافي كان بيخزن يعني اكبر كم من الأسلحة ربما في العالم يعني. نعم كانت كميات كبيرة من الأسلحة موجودة، وهذه الأسلحة طبعا احتاجت الى خبرات للصيانة، خبرات لي قطع غيار. لا طبعا شيء طبيعي طبعا شيء طبيعي جدا طبعا. الحقيقة الدعم العربي الآن هو دعم أمن قومي مشترك. الخطر اللي في ليبيا يمس كل الكيان العربي. صحيح. لدى المراهنة على المنطقة وليست المراهنة على دولة. صحيح. طب أستاذ رضا، لاحظتوا الصراع اللي في تونس؟ اتفضل يا فندم. ايوه انا كنت عايز اسال سيادتك عن الصراع اللي في تونس. اتفضل سياده العميد وهرجع للاستاذ رضا. لا اتفضل حضرتك، كنت هتقول حاجه مهمه عن تونس. تونس التيار الوطني اصبح يتحرك ضد الاخوان، والمشكله ان الاخوان او حزب النهضه أعلن صراحة يا إما نستمر في السلطة يا إما لا استقرار في تونس. أي يعني تهديد بأعمال إرهابية هذا الوجه الحقيقي. هؤلاء لا يجيدون إلا صناعة الإرهاب. أي لا يمكن أن يصنعوا دولة، لا يمكن أن يصنعوا، يا إما استمروا في الحكم والنهب والسرقة والتخلف بنفس العقلية العثمانية السابقة أو لا. صحيح. يعني كانوا يعايروننا في مصر بتونس وبحركة حزب النهضة وأنجزوا كل شيء سريعا، وأنتوا لسه بتعملوا دستور وبتعملوا انتخابات، وبعد كده لما اكتشفت أكتر الدول العربية ربما تمدنا وحرية قبل ثورات الخريف العربي، لما اكتشفوا بدأوا طبعا في معاناة كبيرة. طب أستاذ رضا عايز أسأل سيادتك على، احنا لما كنا بنعمل مؤتمر جوار ليبيا كان بيبقى فيه حوالي 10 دول، فهل بتشوف سيادتك ان كل دول جوار ليبيا بتتمتع بنفس الرؤية المساندة للجيش الوطني الليبي وللشعب الليبي؟ يعني هي ليست يعني على نفس الخط، او يعني ليست بنفس الدافع المصري، او يعني مصر هي معنية بالامر أكثر من دول الجوار الأخرى، على الرغم من أن التهديد يعني متوازي مع كل، يعني التهديد واحد لكل الدول العربية وكل دول الجوار الموجودة في مع ليبيا. يعني أقصد بذلك الجزائر مستهدفة بهذا الوجود التركي، يعني لذا أنه لو حصل واستقر الاحتلال التركي في قاعدة الوطية أصبحت الجزائر في خطر وأصبحت تونس في خطر طبعا. لكن قد تكون هناك ضغوط داخلية، يعني شاهدناها في تونس من ممارسات النهضة وراشد الغنوشي وأعوانه، يعني قد تكون تشكل ضغطا على الرئاسة التونسية وعلى التيار الوطني، لكن التيار الوطني التف حول الإرادة التونسية ويحاول أن ينتصر على هذه الرغبة الإرهابية، إضافة إلى أنه دولة الجزائر هي يعني هي المعول عليها يعني أكثر من تونس باعتبارها دولة جوار يعني كبيرة، حدودها يعني ممتدة مثلها مثل مصر، حدودها ممتدة مع ليبيا. إذا استقر هذا الاحتلال في غرب ليبيا أصبحت الجزائر في خطر من ناحية ليبيا، من ناحية الشرق، ومن ناحية مالي. صحيح. شمال مالي. صحيح. فتحاصر الجزائر بشكل مباشر ويهدد أمنها القومي بشكل مباشر. وأنا هنا يعني أثق في المؤسسة العربية العسكرية في الجزائر الشقيق أنها تقدر يعني بنفس الدرجة، تقدر الخطر بنفس الدرجة التي تقدرها بها مصر. أيه. يعني إضافة إلى السودان دولة عربية يهدد أمنها، إضافة إلى دول إفريقيا الذي يستهدفها أيضا أردوغان، وكلنا رأينا وجوده في النيجر ومحاولة إيجاد موطئ قدم هناك لتهديد المصالح الفرنسية من ناحية،
ولتعزيز قوته الموجودة في إفريقيا وشمال إفريقيا، قوته المتمثلة في الحركات الإرهابية الموجودة في شمال إفريقيا وتنظيم القاعدة على امتداد دول الساحل. هو يحاول التواصل، هو الآن يصنع موطئ قدم للاستيلاء والانقضاض مرة واحدة وبشكل مفاجئ على يعني هو الآن يراهن على تحييد الاتحاد الأوروبي بالمشاكل البينية، بتفعيل المشاكل البينية إضافة إلى تفعيل المشاكل بين القوى الكبرى روسيا وأمريكا. وأنا لا أعرف بالضبط يعني كيف يعني صمتت روسيا في هذا العبث الذي يحدث في ليبيا من جانب أردوغان، إضافة إلى أنه يحاول مد الجسور مع الحركات الإرهابية في إفريقيا وشمال إفريقيا. هو طيب يعني برضو نقطة روسيا دي نقطة برضو مسار علامة استفهام كبرى وأتساءل عنها دائما، وربما ما حصلت عليه من إجابات قليلة، هو فكرة أنه أمريكا ليها قاعدتين كبار في تركيا، وأنه روسيا هي كمان عايزة تريد يبقى لها موطئ قدم، لكن هل تسهل لها تركيا هذا الموطئ؟ طب خلوني أعود لسيادة العميد خالد المحجوب، هل سيادتكم تراقبون جيدا ما يحدث على يسار الخط الأحمر الذي حدده السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرت الجفرة، ودعوتكم مؤخرا للسفن وللطائرات اللي بتدخل المجال الجوي أو البحري الليبي للتنسيق معكم في الجيش الوطني الليبي هي من أجل هذا الأمر؟ وهل استجابت هذه القطع الحربية اللي بتدخل ربما بجنسيات كتيرة يعني ولأهداف متعددة؟ هو طبعا التحذير شمل المنطقة المحتمل فيها العمليات، باعتبار ان احنا التزمنا بمبادرة القاهرة وما حبيناش ان احنا الحقيقة نظهر اي تصعيد احتراما لهذه المبادرة وتماشيا مع مخرجات برلين والتزامنا كجهة مسؤولة وتحترم تعهداتها. طبعا من الممكن احنا نعرف الرادارات تشتغل على مدار الساعة على البر وعلى البحر والجو والبر. أيوه. طبعا على الجو والبحر بالتحديد بشكل أكبر. بالنسبة على البر طبعا يعني مراقبة طبعا تختلف بأشكال مختلفة من حيث يعني الاستطلاع المباشر، من حيث الدوريات، يعني القصة اللي معروفة. البحر والجو طبعا لما تبلغ اي جهه مسؤوله او اي وحده مثلا طياره سفينه على انها تتواجد في المنطقه، طبعا لما تكون عندك علم انت المعلومه تصل، بالتالي ما تعرف تتصرف. احنا ممكن تندلع المعركه في اي لحظه، ممكن الاتراك يتهوروا في اي لحظه، بالتالي ستصبح هناك اهداف، وبنك الأهداف طبعاً لابد أن يكون لديك الأهداف التي ممكن ضربها والأهداف التي لا علاقة لها، وتحديد الأهداف مسألة معقدة بعض الشيء أحياناً في الرادارات وفي العمليات، لأنها لا تظهر بالهوية أو لا تظهر إلا بالاتصال يعني فيها أساليب. فالتحذير كان لغرض عدم طبعاً الأضرار بأحد لا علاقة له، من باب المسؤولية، يعني نحن مسؤولين، لا نتحدث كميليشيات أو دولة مارقة، نحن نتحدث كمؤسسة منضبطة تحترم المواثيق والتعهدات الدولية، ويعني نتعامل مع المسألة بعصرنا، ليس كما ذكرت بدري في القرن اللي احنا عايشين فيه، مازال واحد يحكي على استعمار ويحكي على تغيير الخرائط الدولية. الحقيقة الإنسان يصدم أن يجد هذه العقليات موجودة في هذا القرن. طب سيادة العميد أحب أعرف رأي سيادتك في حادثة 400 عسكري وضابط أطباء كانوا قادمين من إيطاليا لمعاونة الشعب الليبي، ووزير داخلية حكومة الشقاق كما يسميها كثير من الليبيين قال لهم انتوا معكوش تأشيرة،
لدرجة أنه استفزوا جدا في إيطاليا وقالوا أن إيطاليا لم يعد لها كيان ولابد أن تعامل بالمثل وأن هذه الحكومة تعاملنا على أننا لا وجود لنا. أحب أعرف تعليق سيادتك وتعليق الجيش الوطني الليبي على هذا الحادث من الحكومة حكومة السراج الإرهابية. أحد الوزراء الإيطاليين اليوم طالب برد فعل يعني على هذا الإجراء. أي. طبعاً هي هو مستشفى ميداني إيطاليا عندها أنت عارف مصالح إيطاليا في المنطقة الغربية. طبعاً. نوضح النقطة هذه كثير مهمة. ليش؟ لأن إيطاليا عندها موضوع الغاز يأتيها من الغرب. أي. وبالتالي تحاول أن تكسب ود القائمين على السلطة هناك لدرجة أنها تتعامل مع ميليشيات للأسف. وحاولت أن تظهر حسن النية وهذا التودد وهذا التعامل وأرسلت مستشفى ميداني لدعم مصراتة باعتبارها ترى أن مصراتة الإخوان الموجودين هم المسيطرين وبالتالي هو كسب ود حتى تستمر ولا تكون هناك تصرفات تزعج إيطاليا عبر الميليشيات اقفل الغاز اقفل كذا. وهي حصلت أكثر مرة لأن مجموعات مارقة ولا مش تحت السلطة يعني مش تحت السيطرة. وياريته نافع يا فندم زي ما بنقول عندنا في مصر وياريته نافع يعني هي بتحاول أن تتملق وتهادن ومش نافع برضه. المهم فهي قدمت مستشفى ميداني لمصراتة في أثناء ما حصل في سرت زمان. تم طبعا هذا المستشفى الميداني وبقى كعربون امتداد لحسن النية وما إلى ذلك. أي. طبعا لما جت تركيا الآن سيطرت تركيا على الكلية الجوية في مصراتة. جاء الطليان كالعادة الطليان جاءوا بالطيارة على أساس أنهم طبعا هم طول عمرهم يخرجوا يدخلوا من غير تاشيره ويخرجوا من غير تاشيره يعني هم حدودهم في داخل الكليه. فالاتراك رفضوا استقباله وعادت الطائره وعلقت الصحف الايطاليه على هذه المعره وعلى هذا الخزي وعلى هذه المهانه التي لحقت بايطاليا وبجمهور. ومن فرقات التاريخ ان تركيا باعت ليبيا لايطاليا بألفي مقابل جزر في الجزر اللي تمت مبادلة بهم معهم مبلغ 2000 ليرة تقريبا في ذلك الوقت. اليوم إيطاليا تحاول أنها تكون يعني في توازن لا يخلق مشاكل على اعتبار أنها تستفيد من الغاز وتركيا لو فيما لو سيطرت تركيا من ممكن يستمر الغاز. وهذا مؤشر أصبح اليوم حديث في أروقة الحكومة الإيطالية أن ماذا سيكون مستقبل الغاز إذا ما سيطرت تركيا. يعني تركيا الآن لم تكسر عن أنيابها بالنسبة لإيطاليا لكن من الممكن بكرة لأن أنت عارف فيه مشروع قطري في طرابلس اليومين الماضيين جاء وفد من قطر في طرابلس وخرج في مجموعة بحماية تركية وزار مجموعة مناطق هم يحلموا يديروا منظمة للغاز زي الأوبك القطريين ويحلموا أنهم هم ينشئوها وهم يهيمنوا عليها باعتبارها أن فيه مشروع إخواني للغاز. أيوة. باعتبار أن تركيا فيها خط غاز من روسيا وباعتبار أن ليبيا خط مهم وإضافة إلى قطر يعني بدأ مشروع غاز يظهر لدى أو أمام أعين التنظيم الإخوان. أي. فيحب يكون منافس للأوبك خصوصاً أن العالم بدأ يتجه الآن إلى الغاز في المرحلة القادمة أكثر من النفط. صحيح. مش عارف إذا كان هذه المعلومة طبعاً هي معلومة اجتماعية ما هيش علمية خطيرة ولا جديدة لكن العالم الآن يتجه إلى الغاز بدأ حتى في السيارات الآن وفي الأمور بدأت التصنيع يتجه إلى هذا جانب محركات الإضاءة بدأت يعني الغاز فيه ميزات بالنسبة على النفط لكن طبعا ليس في الأمد القريب لكن على مراحل بالتأكيد هذا الخط. فيعني مسألة ليست عبثية يعني كل شيء مدروس ومبرمج.
طب استاذ رضا، يعني عايز اسال حضرتك في عجاله كده واحنا بنشرف على نهايه يعني هذه الحلقه اللي شرفنا جدا بوجود سيادتك وسياده العميد خالد المحجوب معانا، يعني عايز اعرف راي حضرتك في الرفض العربي الحقيقه اجمالا، يعني مش بس دوله دوله، على التصريحات اللي قالها وزير الدفاع التركي ضد الامارات، ورئيس البرلمان العربي النهارده بيتهم تركيا بانتهاك سيادة الدول العربية بتصريحات يعني لا مجال لها. يعني هو هذا التركي هذا العثماني يعني أوضح عن مكنونات نفسه، هو يكره المشروع العربي وهو يتم دعمه من قبل مشروعات دولية كبرى للقضاء على المشروع العربي. الأقطاب المشروع العربي الموجودين هي دولة الإمارات العربية وطبعا جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية ودول الاعتدال. هو يعني يعبر عن مكنوناته وعن وظيفته، هو في النهاية يعني أتى لتحقيق هدف معين وهو يعني القضاء على المشروع العربي، فبالتالي هو يعني يستهدف سمعة هذه الدول التي تعارض مشروعه التخريبي والتي تقف ضد مشروع التخريبي. يعني هو طبعا الإمارات ومصر كما قلت، فيعني هذا الرجل يعني يسعى من ضمن احدى يعني مساعيه، لن تكون هناك دولة عثمانية في حال وجود تحالف عربي قوي. صحيح. صحيح. طيب سيادة العميد، اسمح لي اختم هذا اللقاء الشيق مع سيادتك بسؤال يمكن الإجابة عليه بكلمة واحدة، هل ينوي الجيش الوطني الليبي مغادرة السلطة فور استقرار الأمور بمؤسسات سيادية، أم ترون أنه لابد أن يوجد الجيش على رأس السلطة في ليبيا لبعض الوقت حتى تستقر الأمور عسكريا أولا إلى جانب المشروع السياسي؟ لا، نحن عملنا الآن هو أشبه بجبهة التحرير، عارف نحن نقاتل يعني فرضنا الاعتراف الدولي على الآخرين بحكم نتائجنا والشرعية التي تحصلنا عليها من البرلمان. لكننا نحن لا نسيب، نحن لا نملك أي سلطة في ليبيا عدا القتال والتحرير ومقارعة الإرهاب والغزو. صحيح. في حكومة مؤقتة في المنطقة الشرقية هي تمارس أعمالها، لم يعتدي عليها أحد، لم يقترب منها أحد، لم نتدخل في شؤونها، لم نتدخل في شؤون نحن وظيفتنا وعملنا الأساسي. ومشروع الكرامة هو تحرير البلاد والقضاء على الإرهاب وتحقيق سيادة الوطن وإقامة دولة المؤسسات من خلال صحيح. الانتخابات الحرة، من ينتخب ويرشح ومن يرشح، هذه مسائل تعود للشعب. وأعتقد أن الناس محبتها للقائد العام ويعني نظر إليه أن هو صاحب مشروع وطني حقيقي هو ما جعل الآخرين يخافونه. أيوه. صحيح. يخافون لأن لو حصل استقرار وانتخابات الناس ستتجه إلى من حقق ما يريدونه، يعني مسألة طبيعية ما تحتاجش إلى إحنا نرجو توصيل تحياتنا لسيادة القائد العام للجيش الوطني الليبي سيادة الفريق خليفة حفتر، وكل الدعم من قلوبنا وبصلواتنا وبأيدينا ومكافحتنا من الشعب المصري والجيش المصري كما أكد دائما سيادة الرئيس السيسي. وأنا بشكر سيادتك جدا سيادة العميد على وجود سيادتك معنا في هذه الحلقة. عندي ملاحظة أخيرة لو في فضل فندم. ما فيش وقت خلاص. فضل. احنا عمرنا ما اعتبرنا أن عندنا عدو غير الإرهاب وأمريكا، طبعا ليس الطرف معنا في عداء، ولا روسيا ولا كل الدول الأخرى. نحن نتعامل مع الإرهاب كإرهاب ونسمي الأشياء بمسمياتها. تركيا ترعى الإرهاب من خلال تنظيم الإخوان، وهذا هو العدو الحقيقي الآن للمنطقة، وهو الذي يتعارض مصلحته مع مصلحتنا. صحيح. أكيد في مصالح مشتركة مع آخرين، فأنا مش هنتطرق للموضوع بشكل مباشر بصراحة، ولكن حبيت نشير له وهو أننا أبدا لم نصرح أننا
دمرنا عربات تتبع لدولة أخرى أو غيرها. نحن دائما نتحدث عن عدونا الأساسي لا نتحدث عن غيره. وحبيت بس أنوه على هذه الملاحظة لأنها سجلت لدي وكانت ضمن الملاحظات على المكتب أنني قلت تصريح وهذا غير صحيح حقيقة غير موجود. أيوة. فحبيت بس نقول هذه النقطة ونشكركم جدا على الاستضافة. إحنا يا فندم نشكر إحنا نشكر سيادتك ومتطلعين متطلعين للقاءات أخرى كثيرة لنتابع تطور الموقف أولا بأول كإخوة محبين ومجاورين ومشتركين في المصير وفي التاريخ مع الشعب الليبي الحبيب. نحيي سيادتك على حسن إدارة الحوار ونحيي السيد رضا شعبان حبيبنا وأخونا وصاحب قضية بالتأكيد عربية، الأخت عبير، كل القائمين على القناة تحياتي وبارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا سيادة العميد خالد المحجوب بن خميس مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان. أنا مش عارف أشكر حضرتك قد إيه على وجود سيادتك معانا واحتمال حضرتك إن إحنا نعطي يعني الجزء الأكبر من الحوار للتعبير عن وجهة النظر اللي عايزين نسمعها من فم أصحابها. بشكر سيادتك جدا يا أستاذ رضا. بشكرك جدا أستاذ رضا شعبان الباحث في الشأن الليبي. بشكركم جدا مشاهدينا والحمد لله الإحصائيات النهاردة برضو إحصائيات طيبة، 23 حالة وفاة فقط، 157 حالة إصابة فقط، والتفاصيل تعرفوها بقى لما تخشوا على المواقع طالما هي مطمئنة. أشكركم جدا وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مساء الخير. صباحوا على كل خير.